احتفلت محافظة شمال سيناء بمبنى الإعلام بالمحافظة بذكرى ثورة 30 من يونيو. تناول الاحتفال ذكريات الثورة وتحرك الشعب المصري في فيلم تسجيلي تم عرضه بالقاعة، وكانت بعد ذلك كلمات للمشاركين بالإضافة لحفل موسيقي وغنائي لأغاني وطنية. بعض الأجيال يعني مش متذكرة الأحداث وإيه اللي حصل، فإحنا بالندوات واللقاءات اللي إحنا بنعملها دي عشان نذكر الناس بما حدث ويبقى لنا عبرة في الأحداث إذا حصل أي نوع من أنواع الأحداث، سواء الأحداث دي بقى أحداث من الجانب الشرقي الغربي الجنوبي. تعرف إن إحنا في منطقة ملتهبة ويعني مستعدين للمجابهة في أي اتجاه. النهاردة فرحة عارمة باحتفال 30 يونيو لانتصار قواتنا المسلحة على الإرهاب الغاشم في شمال سيناء وفي جمهورية مصر العربية. أولا في هذا اليوم العظيم نتقدم بالشكر والتقدير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة العطرة الجميلة التي أفرحت وأثلجت جميع قلوب المصريين في جمهورية مصر العربية وشمال سيناء بالخاصة. يعني ثورة 30 يونيو ده ثورة شعب، ده اليوم اللي الوطن استرد فيه كرامته، استرد فيه قوته، استرد فيه مكانته. ثورة 30 يونيو عاد البوصلة الحقيقية لاتجاه الوطن نحو الريادة والقيادة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي.